Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makum akhukum Idriss Yaqali for Gestion Academy. Inch'Allah, nous allons vous servir dans cette vidéo. Vous allez vous servir, Inch'Allah, vous allez vous partager pour que vous allez vous servir. Vous allez vous servir dans la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله باش نميتريزي بلون كونطابل اكثر غنحاول نشرحو بسبوره ان شاء الله ونفلتري، يعني غنشوفو كل كلاس اش يعني بالضبط، ونبداو لي كلاس من انتر كلاس 5 يعني كلاس دو بينا، وفي الدرس ديال السي بي سي ان شاء الله غنشوفو كلاس 6 وكلاس 7 اللي هما كلاس دو سي بي سي، وكلاس 8 كيفاش تعرفو هو كلاس خاص بالريزلتا، وكلاس 9 فهو الكلاس ديال الكونطابيلتي اناليتيك، وتيبقى كلاس 0 كلاس ديال لي كونت سبيسيو. نبداو على بركه الله نشرحو من كلاس 1 حتى كلاس 5. انا لي كلاس غنخدم بهذا الشكل هذا دي فورم ديال لي كازي وكو كازي. مثلا كلاس 1 اللي هو اف بي يعني فينونسمون بيرمانون. فينونسمون بيرمانون واش يعني التمويلات الدائمه. اذا اي حاجه غتدخل الشركه باش تمول لي الشركه فتدخل في كلاس اون فينونسمون بيرمانون تمويلات دائمه. واحد بغا يدير شركه شنو خصو اول حاجه باش يمول الشركه ديالو؟ بغا يخصو كابيتال. اذا الكابيتال فهو مويان دو فينونسمون اداه ديالها ديال التمويل. اذا لوجيكمون خصو يكون في كلاس اون حيت كلاس اون فهو الكلاس ديال مويان دو فينونسمون دونتربريز. اذا غيكون عندي هنا كابيتال تنحاول نشرح بهذه الطريقه هذه باش نفهم مثلا واش انا الانسان يحفظ بلون كونطابل يقول كابيتال كيف كلاس 1. اي كابيتال كيف كلاس 1 لكن علاش؟ حيت كلاس 1 فهو كلاس دي موان دو فينونسمون دونتربريز دي فينونسمون بيرمانون، والكابيتال فهو موان دو فينونسمون لوجيكمون غيكون في كلاس 1. الشركه تحتاج دي فلوس اكثر، جابت كابيتال وما قداش اضطر دير اش؟ غاضطر شنو دير؟ اضطر انها تمشي تسلف، يعني غادير امبخانت غاتاخذ كريدي من لا بونك، امبخانت او بخي تابليسمون دي كريدي، يعني لي زومبخانت يكونوا في كلاس اون امبرانت. علاش تسلفات؟ لي زومبرانت هما سلفات تابليسمون دو كريدي امبرانت او بخي تابليسمون دو كريدي. تابليسمون دو كريدي هما لي بنك، يعني اي مؤسسه تعطي القروض فهي مؤسسه بنكيه او مؤسسه قرضيه تسمى تابليسمون دو كريدي. هما تناخذوا من عندهم القروض ديالنا لي زومبرانت. اذا هنا كلمه امبرانت يعني سلف، سلف ديال الفلوس. حنا علاش سلفنا؟ باش نمولوا الشركه ديالنا. اذا لوجيكمون كون دير امبرانت غيكون في كلاس 1 بلس لي ديت سوبيريور ا ان ان لي ديت ا لونغ تير سوبيريور ا ان ان. اذا اي واحد تيتسنى وغتخلصو في مده اكثر من عام، يعني لاشيونس دو ريغلومون المده ديال الاداء تتكون اكثر من عام. في هذه الحاله هذه تيكون في كلاس 1 هو لوجيكمون تيكون فورنيسور دي موبيليزاسيون. لي فورنيسور دي موبيليزاسيون يعني لي فورنيسور اللي عطينا لي زيموبيليزاسيون اللي كاينين في كلاس 2 وغنشوفوهم. اذا تكون شنو تيكون في كلاس 1؟ كلاس 1 فهو موان دو فينونسمون يعني فينونسمون بيرمانون، يعني لي موان دو فينونسمون دو لونتربريز بلوس لي ديت سوبيريور ا ان ان لي ديت ا لونغ تيرم. اي حاجه تمول لي الشركه زائد ديون راجعه فوق وتسديدها سنه، يعني اي حاجه غنسددها دين عليا وغنسدو اكثر من سنه. لي ديت هما ديون اللي على لونتربريز. نمشي لكلاس 2 وندير ليه نفس الشكل حتى هو. كلاس 2 تنظر لي ا اي يعني اكتيف ايموبيليزي. ايموبيل ليس موبيل، شي حاجه موبيل يعني تتحرك. ايموبيل ستابل، يعني هنا اي حاجه تدخل الشركه تتبقى ستابل. ولا جينا ندخلهم اكثر هما لي زيكيبمون، اي حاجه تخدم الشركه تخدمهم تخدم بهم في الانتاجيه ديالها، يعني حوايج يدخلوا الشركه وتيبقوا عندها ستابل. تجهيزات القاهم مثلا لي ماتيريال موبيلي بعدو غنشرحهم واحد بواحد. لوكال غنشريو باش نخدمو به، وهاد لي لوكو تسمى لي كونستريكسيون
construction, yani binaya. Et donc, classe 2, أي حاجة تدخل الشركة وتبقى على الأقل عام وخدموا بها في إنتاجية ديال الشركة. مثلا عندنا حنا شركة شرينا دي بيسي فهادو ماتيريال حنا باش نبيعو شنو في لي بيسي. حنا شركة مثلا تنبيعو شنو في خضرة وشرينا دي بيسي. هاد لي بيسي غادي يخدمو بيهم غيبقاو عندنا على الأقل أكثر من عامين لونغ تيرم. إلا هادو ولاو في كلاس 2 لي زيموبيليزاسيون التوابيت كذلك لي بيرو لي شاز لي فوتوكوبيوز أي حاجة غندخل وغنخدم بها سواء كانت ماتيريال او موبيلي. حنا غنشرحوا الفرق ما بين ماتيريال وموبيلي وغنشرحوا لي ماتيريال اللي كاينين في كلاس 2. اذا عندنا في كلاس 2 اربعه انواع ديال الماتيريال غنحاولوا نشرحوهم كل واحد على الاختلاف ديالو ان شاء الله. من بعد غنشرحوا لي كلاس. اذا كلاس 2 فهو كلاس ديال لي زيموبيليزاسيون اي حاجه غتدخل للشركه وغتبقى عندنا ستابل. وكلاس 2 فيه ايموبيليزاسيون كوربوريل ايموبيليزاسيون انكوربوريل ايموبيليزاسيون فينونسيير. هادو كانوا على هاد الانواع اون نون فالور. هاد ربعه ديال الانواع ديال الزيموبيليزاسيون حتى هما غادي نشرحوهم مع ربعه الانواع ديال الماتيريال باش نقدروا ان شاء الله نعرفوا ميتريزيو بلون كونطاب كيفاش تخدموا به باذن الله. هنا كلاس 2 شرحنا. نمشيو لكلاس 3. كلاس 3 اكتيف ساكينو. هنا كلمه ساكينو العكس تاع ايموبيليز. لاكتيف ايموبيليز يعني زيموبيليزاسيون هذيك القسطه الاخرى ساكينو جاي من الساكن. اذا شي حاجه تدخل وتخرج اذا شي حاجه تدور في لونتربريز شنو هي حاجه اللي ديما اون موفمون في لونتربريز هما لي ستوك سواء ستوك ديال مارشانديز السلعه ستوك ديال ماتيير بروميير المواد الاوليه ستوك ديال برودوي فيني. اذا انا وقت ما نسمع كلمه ستوك نعرفها في كلاس 3 غتكون هاد لي ستوك توجور اون موفمون ديما اون سيركيلاسيون داخل كرافي. اذا لي ستوك سواء ديال المارشانديز ترمز لها بهذا الشكل ماتيير بروميير ترمز لها بهذا الشكل برودوي فيني بلوس لي كريونسي المدينين. لي كريونسي المدينين اي واحد تنسالو وغيخلصني غيكون عندي في كلاس 3. اذا الناس اللي تنسالو قلنا الناس اللي تنسالوني وغنخلصهم في اكثر من عام كاينين في كلاس 1 تيتسنوا فورميسيون دي موبيليزاسيون. الناس اللي تنسالو غيكونوا في كلاس 3 وانا شكون تنسال اكثر ليهم هما لي كليون. اذا نسمع كلمه كليون نعرفوا راه كلاس 3 كليون سان كريونسي واحد المدين كلاس 3 ستادير كليون. ونقدر نتسال حتى لها الدولة في زامبو وتي غاتشوفو ان شاء الله فيسكاليتي تقدر الدولة هي تسالها هي تنسالني ونخلصها ونقدر حتى نتسالها في الضرائب. إذا هنا كلاس 3 ديال تيكونوا فيه لي ستوك اي لي كريونسي أي حاجة أي حاجة واحد تنتسالو غيكون عندي في كلاس 3 وهادشي ان شاء الله غنشوفوه مع ليكزارسيس غتشوفو أكثر لي كونت اللي كاينين في كلاس 3. لكن غير تبغي تكون تعرف أهم لي كونت اللي كاينين في كلاس 3 هما لي كونت ديال لي ستوك لي كونت ديال لي كليون لي كريونسي المدينين. اذا كلاس 3 فهو كلاس دو ستوك اي كلاس دي كريونسي اي واحد غتسالو الشركه غيكون في كلاس 3 ويتسمى كليون مادام هي بعت لي السلعه اللي غتكون تتسالو. اذا هو كليون. الكليون هنا العكس ديال كوميرس. كوميرس كليون هو لاشتر هو تيشري. لكن او نيفو ديال لي تيرم ديال لا كونطابيليتي كلمه كريون كليون تعني مدين. نسمع كليون 5000 درهم 5000 درهم يعني كليون تنسالوه 5000 درهم. هذا بما يخص كلاس 3. نشوفوا كلاس 4. اللي هو الباسيف ساكينو. هنا كلاس 4 باسيف ساكينو سي لي ديت انفيريور ان كنا شفنا قبل لي ديت سوبيريور ان الناس تسالوني ما خلصوش اكثر من عام كنا في كلاس 1. دابا غنشوفوا لي ديت انفيريور ان لي ديت هما الديون سهل تحت أنا قل من العام شكون هو فورنيسور. كلمة فورنيسور تعني واحد ممول اللي باع لي شي حاجة وتنتسالو ويخلص وتيتسالني وغنخلصو في قل من عام يعني المدة ديال الكريدي ديالو قل من عام يعني ديت انفيريور ان. خرج شكون ليطا الدولة اش تسالني لي زامبو
ضرائب، دولة تسمي الضرائب. إذا الضرائب كاملين تيتخلصوا قل من عام، وأكثر ضرائب هي اللي تخلص في عام. إذا ما تنفوتوش الضرائب ديالنا عام، إذا الدولة هي تتسالي. وهنا يقدر أي واحد تيتسالي، يعني أي ديت غنخلصوا في قل من عام تيدخل في كلاس 4، حيت كلاس 4 كلاس دو باسيف سيركيلون سي لي ديت انفيريور ان اون بيان ديت اوغ تيرم. كلاس 1 لي ديت ا لونغ تيرم، هنا تلقاو لي ديت ا لونغ تيرم يعني مدة طويلة، هنا لي ديت اوغ تيرم مدة قصيرة. شنو الفرق ما بين مدة طويلة ومدة قصيرة؟ هما العام. في لا كونتابيلتي مدة طويلة يعني لونغ تيرم كتعني أكثر من عام، كوغ تيرم كتعني قل من عام. هادو هنا كاينين لي ديت الناس تيسالونا هنا غنخلصهم في قل من عام، وهنا الناس تيسالونا غادي يخلصهم في أكثر من عام. نمشيو لكلاس 5 فهو كلاس ديال تريزوري. كلاس 5 تريزوري أكتيف، تريزوري أكتيف. كلاس 5 فيه تريزوري أكتيف و تريزوري باسيف. حنا داكشي لي كنخدمو تريزوري أكتيف هو تنخدمو به بزاف، و تريزوري باسيف تتشوفو أكثر لي كونت ديالو في الدرس ديال لي زافي إن شاء الله، اللي غتشوفوهم معنا بإذن الله، واللي غنضربو الشرح أصلا ديالو تا هو. وكاين واحد الفيديو اللي أنا أصلا عاملو كاين في اليوتيوب اللي تيشرح ما بين الفرق ما بين بونك سولد كريديتور ديال تريزوري أكتيف تريزوري باسيف، و بونك سولد ديبيتور ديال تريزوري أكتيف. لكن دابا غنشرح تريزوري أكتيف. مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وغتستافد معنا، وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت، يمكن لك تخرج معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا، ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين باغ انترنت، ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا، ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. لي بونك يعني لي فون ديال الفلوس ديالنا فين حاطينهم؟ تنحطهم في التريزوري. كيما التريزوري هي الخزينه، الخزينه ديال الشركه تتقسم لجوج، تتكون اما في لا بونك يعني نسمع بونك، نعرفوا راه كلاس 5 بونك يعني الكونت بونكير ديال الشركه اللي محطوطين فيه الفلوس. طبعا الشركه تحط فلوسها في لا بونك وما تخليش شي حاجه في لاكيس، ميمكنش هي مثلا خسرات لها بوله او خسرت شي برودوي دو كونتيان اللي الثمن ديالو رخيص وتمشي تعطي المحل وتشيك. إذا خصها واحد الفلوس اللي يكونوا في لاكيس، إذا كلمة كاس يعني كونت ديال كاس تو تيكون في كلاس 5. لي مويان تريبيلهم كاملين، الشيك كلاس 5، سمعتي افي غاتمشي تقلب عليه في كلاس 5، لي زيفي تا هما فيغمون تا هي في كلاس 5. يعني هنا لي مويان دو ريغلومون دو لونتربريز، سي مويان دو بايمون اي دو ريغلومون دو لونتربريز، سي لونكاسمون اي ديكاسمون. من تنخلصوا و تنتخلصوا في كلاس 5. إذا كلاس 6 كلاس دو تريزوري، مين تيخرجوا الفلوس؟ أي شركة غتشري شي حاجة غيخرجوا الفلوس من واحد البلاصة، هذيك البلاصة غتكون كلاس 6. نعطيو حنا مثلا، مشينا شرينا واحد الفواتير، هذه الفواتير غنديروها فواتير دو سيرفيس. طبعا فواتير دو سيرفيس فهي ماتيريال غندخل ونخدمو بها أكثر من عام، غندخل فين؟ في كلاس 2، كلاس دي زيموبيليزاسيون، ماتيريال دو ترونسبور، ونشرحهم أصلا غندخلو فيهم إن شاء الله. لكن باش خلصناها؟ خلصنا بار شيك، شيك بلا يخرج من كلاس 5 اللي هو تريزوري اكتيف، يخرج من لا بونك. او خديناها ونقول تاولا كريدي على 5 سنين، اذا كريدي على 5 سنين ها هو كلاس 1 فورنيسور دي موبيليزاسيون كريدي كثر من عام. خديناها ونخلصوها على 8 شهور، اذا هنا هو الكريدي قل من عام كلاس 4 فورنيسور. خلصناها كلاس 5، اذا هو كنت دوز لونشينمون ديال les opérations de l'entreprise. Le plan comptable, c'est le SS. Il y a un de la comptabilité. Il y a des plans comptables, il y a des comptabilités. Les comptes des plans comptables, moi je te base à les opérations qui sont la comptabilité. Inch'Allah, dans la vidéo de Chani, je vous fais un adapt de classe 2. Il y a des défis de l'offre matériel qui est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو التالت ان شاء الله مازال مع بلون كونطابل. اليوم ان شاء الله في الفيديو هذا غادي نحاول نشرح
لي كونت اللي كاينين في كلاس 2 وتكون فيهم اختلاف، وغنحاول نركز على الماتريال الموبيلي. نبداو على ماركتش الان. كما تعرفوا حنا الماتريال كلاس 2 عندها اربعه ديال الاشكال، اما غيكون ماتريال انفورماتيك او ماتريال دو بيرو او ماتريال اوتياج ولا ماتريال دو ترونسبور. ماتريال انفورماتيك، ماتريال دو بيرو، ماتريال اوتياج، ماتريال دو ترونسبور. غنحاول ان شاء الله نشرح الفرق ديالو امتى تخدم كل واحد. حنا عرفنا دخل عندنا واحد الماتريال لونتربريز ديالنا الشركه، لكن اش غنصنفو؟ الا واحد فهادو غنصنفو مزيان. الا كنا حنا شركه ما خداميش في الدومين ديال لافورماتيك، يعني حنا ماشي سوسيتي الجيم ديال سوار بروغراماسيون لافوغرافي، يعني ما خداميش حنا في الدومين ديال لافورماتيك. تابعو شي شنو في لي بي سي مثلا، دخلنا دي بي سي تيسمو لك ماتريال، ماتريال انفورماتيك. نديو مثلا شركه مختصه تبيع وتشري في الخضره، يعني تبيع وتشري في الخضره ماشي اختصاص ديالها شري البيسيات غير باش دوز فيهم داكشي اللي باعت وشرات. اذا هنا بالنسبه لهذيك البيسيات مونسوسو دي ماتيريال، يعني ماتيريال اداه، لكن هنا نوع الماتيريال ماتيريال انفورماتيك. لكن الى شركه مختصه في الانفورماتيك تيصاوبو تيديرو بروغرامات، تيصاوبو لي لوجيسيال، تيصاوبو الكرياسيون دي سيت ويب، يعني تيخدمو لاكتيفيتي ديالهم تعتمد على البيسي. وشنو هو البيسي؟ ما يتسماش ديك الساعه ماتيريال انفورماتيك، غير تسمى ماتيريال اوتياج، حيت هذا ولا اوتيل في لوبجيكتيف ديال لونتربريز. هنا تنفرق، يعني ماشي وقت ما يعطوني لي بيسي ولا يعطوني امبريمونت ولا يعطوني سكانير، اي حاجه عندها علاقه بالانفورماتيك تتبرونش على البيسي تتسمى ماتيريال انفورماتيك، لكن ما تكونش الشركه خدامه في الانفورماتيك غتسمى ماتيريال انفورماتيك. مثلا مدرسه، مدرسه تشري دي بيسي ولكن دوك البيسي تقرر بهم، اذا هما ولاو واحد الاداه ما يتسموش ماتيريال انفورماتيك، كيتسموا ماتيريال اوتياج. لكن شركه تبيع شي في الطوموبيلات وشرا دي بيسي لي زورديناتور الخدامه ديالها، هادو كيتسموا ماتيريال انفورماتيك. اذا زامبريمونت لي بيسي سكانر سوري كلافي هادشي كامل ماتيريال انفورماتيك، اي حاجه تبرونش مع البيسي وعندها علاقه بالانفورماتيك تتسمى ماتيريال انفورماتيك، واي حاجه تخدم بها تتسمى ماتيريال اوتياج. مثلا اوتياج حتى نقدر نعطي مثلا شركه ديال الخياطه جابت ماكن الخياطه باش يخدموا عليهم الدريات ديال الخياطه، الخياطه هذوك الماكن فهم ماتريال، الى ماتريال ماتريال اوتياج. اذا اي ماتريال تيعاونني في الخدمه تيعاونني يعني في لوبجيكتيف ديال لونتربريز، يعني تينتج تيعاون في الانتاجيه تسمى ماتريال اوتياج. يعني ملي تسمع في ليكزارسيس عطاوك شراو واحد الماشين اندستريال فهي ماتريال اوتياج، يعني ماشين صناعيه، يعني قالوا شري لنا واحد الاله صناعيه ماشين اندستريال فهي ماتريال اوتياج. شراو دي بيسي، شراو امبريمونت سكانير فهما ماتريال انفورماتيك. نمشيو لماتريال دي بيرو، ماتريال دي بيرو اللي هما ماشي يدخلوش في الماتريال انفورماتيك، ماشي دي بيسي ماشي دي سكانير وماشي تخدموا بهم، ما دخلش في الانتاجيه ديال لونتربريز باش خاطر نديرهم ماتريال اوتياج. فهما تيكونوا ماتريال دي بيرو بحال مثلا الكليماتيزور، دخلنا البيرو كنا فيه كليماتيزور، كليماتيزور فهي ماتريال، لكن ماتريال ماتريال دو بيرو. مثلا فوتوكوبيوز فهي ماتريال دو بيرو، فوتوكوبيوز تقدر تكون ماتريال دو بيرو، تقدر تكون ماتريال اوتياج، عرفتي على حساب لاكتيفيتي ديال لونتربريز، لكن هي اكثر هي تدوز انت ماتريال اوتياج. مثلا نقدر الكافيتيريا هذيك اللي تدير في البريس ديال القهوه اللي غتكون عند المدير، ماتريال دو بيرو. دخلتي البيرو ديال المدير شراو التلفازه، شراو النميريك، هذوك ماتريال دو بيرو، ماشي في لاكتيفيتي ديالنا وماشي انفورماتيك، ومحطوطين في البيرو، تيتسموا ماتريال دو بيرو. مزيان، تيبقى عندنا ماتريال دو ترونسبور، ماتريال دو ترونسبور هما لي فواتور، أي حاجة، لي فيكيل. شرينا مثلا موطور الكورسي، الكورسي ديال لونتربريز خصو باش يتسخر خصو موطور، شرينا ليه موطور، هذا الموطور فين يدخل؟ ماتريال دو ترونسبور. المدير شرينا طوموبيلة باش يتبلاصا بها، ماتريال دو ترونسبور. شرينا واحد المينيبوس باش نديبلاسيو به الخدامة، فهو ماتريال دو ترونسبور. إذا أي حاجة عندها علاقة بالترونسبور فهي ماتريال دو ترونسبور. اي ماتريال عنده علاقه بالترونسبور شراه الشركه فهي ماتريال دو ترونسبور. اذا الشركه تشري في لي ماتريال اما انفورماتيك، ماتريال اوتياج، ماتريال دو بيرو ولا ماتريال دو ترونسبور. مزيان،
تشوفوا لي كلاسمون ديال لي كونط ولي روبريك. فاش تمشيو بوان كونطاب تلقاو رقم واحد بخومي شيفر. اي حاجه فيها رقم واحد تسمى كلاس. كما تعرفوا كلاس 1 2 3 4 5 6 9 حتى 9 ما كاينش كلاس 10. اذا ما كاينش كلاس اللي تكون من جوج ارقام سواء كلاس 10 11 12 ما كاينش عندنا واحد كلاس 9. اذا لي كلاس كامل الارقام ديالهم تكون فيهم عدد واحد تسمى الكلاس او تقول ليه الماس. دو شيفر يعني ولاو عندي جوج اعداد تسمى الروبريك. الروبريك دو شيفر تخوا شيفر تسمى بوست. كاتر شيفر يعني ربعة الاعداد تسمى الكونت. هذا هو اللي تنخدمو به في لا كونطابيليتي. تنخدمو اما بالكونت ولا سو كونت اللي فيه خمسة ديال الاعداد. تسمى سو كونت ولا كونت ديفيزيونير. اذا احنا الكونت تكون من أربعة ديال الاعداد والسو كونت من خمسة ديال الاعداد والبوست تتكون من ثلاثة ديال الاعداد والغوبريك تتكون من جوج ديال الاعداد والكلاس من عدد واحد. وكل كلاس غنبقاو في دي غوبريك غنبقاو في دي بوست ودي كونت والسو كونت. هادو بحال واحد دابا حنا بلون كونطاب هو بلون خريطة المحاسب. هذيك الخريطة عندها بزاف ديال النقاط بحال شي واحد غتنعت ليه باش يوصل ديريكت الكونت ولا سو كونت. يعني انت تتنعت شي واحد طريق تقول لي مثلا نمشيو حنا نفترضوا اننا غنعتو شي حاجه اللي باينه غنعتو توي سنتر في كازا. اذا اول حاجه شنو غتقول لي؟ غتقول لي دار بيضاء. اذا الدار بيضاء ناخذها بحال واحد السيرك هاي كازا. كازا فهي كلاس. المغرب فيه بزاف ديال لي كلاس اللي هما المدن. نعتبروا ان كازا كلاس باش نشرح لك انا كيفاش يخدموا هاد لي روبريك هادو. عرفتي قلت لي كازا انت بغيت تعدل لي التوي سنتر كازا شنو غتقول لي؟ المعارف. المعارف ها المعارف هو الروبريك. لكن المعارف راه فيه بزاف باش تدقق ليه انت بالضبط تقول لي شارع الزرقاني ها اللي هو بوست. شارع الزرقاني راه هو الطويل المعارف كبير وفيه شارع الزرقاني ديز منه وشارع الزرقاني راه شاد من عبد المؤمن وغادي. يعني انت هنا شي شارع الزرقاني حطيتيه غير في البوست باقي لي الكونت غير وصل لي او سو كونت. تقدر تقول لي شارع الزرقاني وعاد تقول لي توي وتوصل حتى الكونت. وصل شارع الزرقاني غير يسول على التوي. بغيتي تدقق ليه اكثر تقول لي شارع الزرقاني تقاطع الفا شارع انفا. شارع الزرقاني مع تقاطع شارع انفا وصلتي لي الكونت وتقول لي السو كونت هو توي سنتر. اذا تقدر تشرح لي بالسو كونت تقدر تشرح لي بالكونت. اذا الكونت نقدر نخدم في لا كونطابيليتي بالكونت نقدر نخدم بالسو كونت يعني في الجورنال ديالي. ولكن ما تخدمش بلي بوست او بلي روبريك تخدم بهم في البينو. اي في البينو نقدر نخدم بالبوست لكن في الجورنال خصني نخدم اما بالكونت ولا بالسكونت. كيفاش شفتو هنا راه قلنا كازا المعارف قلنا شارع الزرقاني ونقدر نقول ليه تقاطع شارع انفا وعاد نقول ليه توين سنتر. نقدر من الزرقاني نقول ليه توين سنتر. اذا نقدر نخدم بالكونت نقدر نخدم بالسكونت. انا حاولت ندير هاد الشرح هذا بسيط باش تعرف كيفاش بلون كونطابل تيخدم. اذا انت بلون كونطابل تيقول لك اسيدي راه عندنا الروبريك اللي هي ايموبيليزاسيون كوربوريل مثلا في كلاس 2 ايموبيليزاسيون كوربوريل. ايموبيليزاسيون كوربوريل فيهم كونستريكسيون ها هو وصل لك الروبريك. هاد الكونستريكسيون شنو فيها؟ فيها التيران عطاك واحد البوست التيران تيتقاسم التيران نيو التيران باتي وفيها كذا 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 تيبقى هابط لك يعني تيبقى يعني عاد لك بالضبط الكونت. انت اللي خاصك تعرف توصل ليه دغيا هو الكونت ولا السكونت. وكتبي يخدم بالكونت الا كنتي تخدم بالكونت هو صحيح كتبي تخدم بالسكونت فهو صحيح. لكن باش تخدم بالسكونت تعرفوا انه راه هو عندك هذاك السكونت اللي خاص تخدم به. بعض المرات تيعطيك دي زيكزيرسيس ما تعرفش واش تخدم السكونت ما عرفتش مزيان لكن تعرف الكونت اللي داخل فيه حاول حط كونت خدم الكونت اللي فيه اربعه ديال الارقام باش تخدم اسرع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه
اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورتيسيو اكاديمي يمكن لك تابوني معنا فلاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورتيسيو او لاباج ديالنا فورتيسيو اكاديمي باش تشوف اخر اعمال ديال فورتيسيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.